تعريفا عن الشركة النواة العالمية، سجلت الشركة النواة العالمية كشركة استثمارية برؤية استثمارية واستراتيجية تطابق رؤية مستقبلية اقتصاد عمان ل 2020. وفي ضوء الخطة الخمسية استهدفت الشركة إلى استثمار في جميع القطاعات الاقتصادية المهمة في السلطنة مثل الصناعة والسياحة والتعليم. ففي مجال الصناعة استثمرت الشركة في إنشاء مصنع تنتج النوافذ الـ UPVC، وفي مجال التعليمي استثمرت الشركة وبعض المستثمرين الآخرين بإنشاء مدرسة عالمية بمنهج كندي. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى ستبدأ المدرسة في عام دراسي 2013. جميع الاستثمارات يجب ونأخذها من الشركة أن تساهم في تنمية الاقتصادية القومية وتحقيق الفرص العمل للعمانيين. بدأت فكرة المشروع من زمن الدراسة في الكلية، وبعد ذلك بعد التخرج من الكلية التحقنا ببرنامج ستارت أب ويكند عمان، وحصلنا على أفضل فكرة لمشروع تجاري، وحصلنا على جائزة مالية بالإضافة إلى حاضنة في واحة المعرفة. صارنا سنتين في الشركة هذه. خلال هذه الشركة خلال هذه السنتين نقدم مجموعة من الخدمات، منها هو التصميم الجرافيكي وأعمال الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى نقيم مجموعة من الدورات والورش التدريبية. قمنا من خلال هذه الدورات بتدريب أكثر من 120 متدرب، وكذلك نقوم بتدريب طلاب الكليات لتأهيلهم والانخراط في مجال العمل. أتحدث عن شركة ميشان، عن أختي شذى العبد القابري. إحنا بدينا المشروع من سنة 2009، بدينا هذه الفكرة من سنة 2011، والفكرة هي إن نحن نطلع التمور العمانية بشكل جديد وطابع تراثي. أنا أحب أشجع الشباب العمانيين إنه يبدوا المشاريع خاصة بهم وما ينتظروا إنه يحصلوا، وإن الحكومة أصلاً هي تدعمهم في هذا المجال. وأشكر شركة عمان تل على أعطانا هذه الفرصة أن نحن نشارك في مسابقة جوائز مؤسسات صغيرة ومتوسطة.